في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي نتصفح الديجيتال ايفيشن موديل على الاركسي، وازاي ننتج فيديو ونتحكم في الكاميرا. الكاميرا بنصور بالظبط، ماسكين كاميرا بنصور كده منطقة الدراسة بتاعتنا، الـ Area of Interest بتاعتنا، ناخد جولة فيها كده بحيث نقدر نقرب الفرق في الـ Elevation أو الفرق في المنسوب لمنطقة الدراسة لأي حد بنعرض عليه الفيديو ده. الفيديو ده got included يعني في presentation مثلا أو شيء من هذا القبيل، بيبقى سهل على المتلقي يعني أو اللي هيشوف الفيديو إنه يستوعب المنطقة بالظبط أبعادها شكلها عامل إزاي. نشوف مع بعض برضو إزاي نانكلود مع ال 3D layer دي vector layer، ممكن ك polyline، ممكن يعبر عن طريق مثلا أو يعبر عن ترعة أو يعبر عن مصرف، ممكن نانكلود polygon، ممكن يعبر عن مساحة، برضو ممكن نانكلود نضيف 3D text كليبل على ال features دي أو الحاجات اللي احنا ضايفينها دي كلها. يعني نشوف كده مع بعض. تمام، في البداية هنشوف مع بعض أو نتصفح الداتا على برنامج ال ArcMap. تمام، نفتح ال layer بتاعتنا، ده raster data، continuous raster data، digital elevation model نموذج الارتفاعات الرقمي لألوس بلسار. نموذج الارتفاعات الرقمي ده بيغطي مساحة في الجزء الشمالي من الصحراء الغربية غرب النيل، منخفض مشهور هناك، من أحد المنخفضات الكبيرة موجودة في الجزء الشمالي من الصحراء الغربية، منخفض وادي النطرون. نتصفح اللاير مع بعض، right click على اللاير، properties، نضغط على symbology أو ونحط 5 class ونغير ال color ramp عشان نقدر نشوف التباين في الارتفاع. يعني دي ممكن نقدر نقول أقصى نقطة نقدر نعبر بيها عن البعد الثالث باستخدام برنامج الـ ArcMap. عشان نبتدي نعرض البعد أو نظهر البعد الثالث بشكل أحسن، محتاجين نستخدم برنامج الـ ArcZ زي ما هنشوف مع بعض. زي ما احنا شايفين البعد الثالث ابتدى يبقى متاح إننا نتصفحه. نعمل نفس اللي عملناه برنامج الـ ArcMap، right click، properties، symbology، نخليهم 5 classes ونختار نفس الـ color ramp بتاعتنا. تمام، عشان نبتدي نظهر البعد الثالث بحيث يبتدي يبقى ظاهر قصادنا، right click على layer ونضغط على base height. في البانل هنا اللي نقدر نتحكم في base height عشان نبتدي نقدر نظهر التباين في البعد الثالث الموجود في layer. في اول section هو elevation from surfaces، انا يعني ممكن يبقى في اكتر من layer بس بتاخد ال elevation بتاعها من layer تانية خالص. ممكن يبقى صورة قمر صناعي كراستر لاير، ناخد البعد الثالث بالديجيتال اليفيشن موديل ونبتدي نطبقه على صورة القمر الصناعي، فالصورة تتعرض بالبعد الثالث زي ما شفنا في فيديو قبل كده. بس في الفيديو ده هنعمل فوكس شوية على الديجيتال اليفيشن موديل بس. فالفكرة انه هنا ممكن اختار نفس اللاير على نفس الديجيتال اليفيشن موديل اللي عاملين مختارين الكالر رامب بتاعته. فهي مفيش غير لاير واحدة بس موجودة في البرنامج دلوقتي، فهو اوتوماتيك خدها، بس احنا ممكن نغيرها. السكشن التاني اللي هو elevation from features، لو عندنا لاير التباين في الارتفاع في مش كبير قوي وحابين نقدر نعظمه
او التباين كبير قوي وحابين نقلله شوية بحيث نسهل عليه على نفسنا تصفح البيانات دي، بحيث نقدر نهايلايت او نركز الاهتمام للمشاهد بتاع البرزنتيشن او الفيديو اللي هننتجه على حاجة معينة او على هدف معين. ممكن نبقى محتاجين اننا نعظم التباين اللي موجود او نقلله بحيث يبقى اسهل في العرض. نقدر نعمل ده من خلال الجزء ده او السكشن ده، Factor to convert layer elevation values to scene units، تحويل قيم الارتفاع لقيم العرض نفسه أو display نفسه. لو سبنا واحد زي ما هو فهي مش هيبقى فيها أي تغيير، هيبقى يعني هيبقى أقرب ما يكون إنه يحاكي الواقع يعني. خلينا نخليه واحد زي ما هو ونشوف كده نتيجة. هو بس التباين في الارتفاع في اللوكيشن ده مش كبير قوي زي اماكن تانية، بس فلو نبص اقل قيمة عندنا هي سالب 52 واعلى قيمة هي موجب 254 above the sea level، فوق منسوب سطح البحر. فالتباين مش كبير قوي يعني، اعلى قيمه واقل قيمه التباين بينهم تقريبا في حدود 300 متر على المساحه الكبيره دي. 300 متر مش حاجه نقدر نعتمد عليها في انها تكون ملحوظه انها تترصد، خصوصا لو عاملين الشغل على السكيل ده، فمحتاجين اننا نعلي الفاكتور شويه عن واحد، يعني ممكن يبقى 2 8 10 20 50 واحيانا 100. نشوف كده النتيجة شكلها عامل ازاي لو سبناها زي ما هي، ونشوف برضو النتيجة لما نبتدي نغير. عملنا زوم كده على المنطقة دي، الى حد ما نقدر نشوف ان البعد التالت ابتدى يظهر بشكل بسيط جدا. نقدر نقول ان الجزء ده اقل في المنسوب من الجزء ده، والجزء ده ابتدى يبقى فيه بروز شوية. لو نروح للفاكتور ونعليه شوية نخليه مثلا 100، تمام، نشوف كده النتيجة. زي ما احنا شايفين كده يعني إلى حد ما الشكل مش متناسق قوي، ولكن الفرق في الارتفاع باين جدا، ولكنه ما نقدرش نعتمد عليه في انه يعني يكون محاكي للواقع يعني. فبرضه لو هنعمل برزنتيشن على ان نعرض كبرزنتيشن لناس متخصصة لمنطقة زي دي، لوكيشن زي ده، وطالع بالشكل ده يعني مش هتبقى مقبولة خالص. هنا عندنا جبل إيفرست على قمة في العالم، وعندنا الجراند كانيون موجود في الولايات المتحدة يعني. إنما نحاول كده نقلل الفاكتور شوية، مثلا من 100 نخليه 20 أو 25، نشوف كده النتيجة إلى حد ما يعني منسوب إلى حد ما يعني مقبول كتير. كده يعني عندنا تصور إن اللوكيشن ده موجود في باللون الأزرق، المنسوب بتاعه أقل من اللوكيشن الموجود باللون البرتقالي أو اللون الأحمر. برضه نزود عدد الكلاسز الكلاسيفيكيشن الديجيتال اليفيشن موديل، نخليها مثلا 10 لحد ما اوضح كتير. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نضيف فيكتور لاير نيكست للديجيتال اليفيشن موديل على الارك سين.
فيكتور لاير هنا بولي لاين يعبر عن طرق. فزي ما احنا شايفين هي معدية من تحت ال Digital Elevation Model. هنا ال layer دي لما بتضاف اوتوماتيك بيبقى ال elevation اللي هي واخدها بيبقى صفر. فهنحتاج نضيف ال elevation من الدم لكل ال layers اللي هنفتحها، سواء كانت كذا vector layer أو كذا raster layer. دوس right click على ال layer properties، كليك على البيز هايت، تمام، floating on a custom surface، ونختار ال digital elevation model اللي احنا شغالين عليه. ونغير برضو الفاكتور لنفس الفاكتور اللي استخدمناه قبل كده وندوس اوكي. زي ما احنا شايفين ال layer كانت اكبر، مغطية مساحة اكبر من ال digital elevation model، اللي اتعرض بس المنطقة اللي ال digital elevation model موجود فيها. الجزء اللي هو ال digital elevation model مش موجود فيه، القيم ال elevation فيه صفر، فالباقي ال layers باقي الجزء من ال data بتاعت ال layer مش هتتعرض. ناخد بالنا من الجزء ده. لو بنحاول نعرض ندي البعد الثالث للاير، واللاير دي مساحة بتاعتها اكبر من ال digital elevation model اللي موجودة عندنا، فاحنا محتاجين اما اننا نجيب digital elevation model مساحته اكبر تغطي المنطقة اللي احنا عايزينها كلها، او اننا مثلا ناخد ال elevation لللاير دي من digital elevation model تاني غير اللي احنا بنحاول نعرضه. بس لو عملنا زوم، ناخد بالنا من حاجة، يعني لو عملنا زوم مثلا هنا على البولي لاين على الطريق ده، هنحس ان ال بولي لاين ماشي، مش ماشي فوق اللاير، هو ماشي خلال اللاير، يعني في نقاط البولي لاين تحت اللاير وفي نقاط البولي لاين فوق اللاير. المشكلة دي بتبتدي تظهر خصوصا لو في تباين شديد في ال elevation، خصوصا لو بنستخدم digital elevation model جاي من صورة قمر صناعي. فعشان نعالج المشكلة دي في panel برضو، في tool برضو جميلة، جزء من tool بتاع base height اللي هو ال layer offset. ده gap ما بين ال layers، هو عادة بيبقى صفر، بس احنا ممكن ندخل الجاب ده بحيث نعرض اللاير تبقى فوق لاير تبقى فوق لاير. فمثلا نخليه 25 متر، نقدر نزود فيه لغاية لما يبقى إلى حد ما خدم الهدف اللي احنا عايزينه. فمثلا نخليها نقول 500 إلى حد ما فيش تداخل خالص، تمام. نعمل نفس الاكشن ده على اي فيكتور لاير هنضيفها تاني، تمام. نزود السمك بتاع البولي لاين بحيث يبقى واضح اكتر، ايه ده، تمام، ممتاز. ده طريق وادي النطرون العالمين وطريق محور الطبع. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نضيف 3D text جنب ال Digital Elevation Model على برنامج ال ArcScene، بحيث كجزء من ال presentation اللي احنا بنعمله او الفيديو اللي احنا بنحاول ننتجه محتاجين نعمل labels لل layers اللي موجودة دي. هنشوف كده مع بعض. ال panel اللي نقدر نتحكم فيه او نضيف فيه 3D graphics اللي من ضمنها 3D text، هي اسمها 3D graphics. right click على اي section فاضي فوق ونختارها، الباور هيبتدي يظهر، تمام. نضغط هنا على 3D text، add a 3D text graphic، ونروح على location على ال digital elevation model ونضغط عليه.
ده منخفض وادي النطرون، نكتب وادي النطرون ونضغط انتر. هو المفروض انه كده اتكريت، بس الفكرة انه الفونت بتاعه بيبقى صغير قوي، الديفولت فونت بتاع البرنامج، واللاير اوريدي واخدة الاليفيشن، فهتلاقيها ظاهرة تحت اللاير. فنخفي بس اللاير كده من ال table of contents ونعمل زوم عليها كده. تمام، من ال error اللي لونه اسود ده نسلكت ال 3D graphic ده وندوس على السهم اللي هو في اخر البار ده جنب ال 3D text color. هنا ويندو، نضغط على ال shape and size. عندنا ال size في ال height وال depth وال z scale. نغير ال height ل 1000 وال depth برضو ل 1000. نشوف كده النتيجة. right click and zoom to layer ونعمل زوم عليها. نفس اللي عملناه مع البولي لاين نعمله مع التكست برضو. نعمل select برضو size and position و تمام. اوتوماتيك البرنامج خد ال elevation ال x و y كأحداثيات، يعني من المنطقة اللي أنا عملت اخترتها أو عملت كليك عليها في بالماوس. بالنسبة لل z وال elevation نفسه اتاخد اوتوماتيك من ال layer نفسها، ال layer اللي أنا عارضها دي دلوقتي. فاحنا هنحاول نقللها مثلا من سالب 100 نخليها في الموجب، نديها مثلا خليها مثلا بنفس قيمة أعلى ارتفاع اللي هو 254، خليها مثلا 300، ممكن نعليها كمان خليها 1000 مثلا، 1 كيلو. يلا ممكن نخليها 10,000. لا طلع عالي أوي، خليه 5,000 مثلا. تمام. عموما من البانل دي في البروبرتيز نقدر نتحكم في التكست ككل، بالنسبة لل orientation لل color. أنا بس بحاول أديكم فكرة إزاي ممكن نستخدم التولز دي، يعني بس الفكرة إنه ممكن تبقى عندك full control on it يعني. نحاول نضيف كذا تكست تاني كهايلايت على كذا لوكيشن تاني ونشوف كده. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نخرج فيديو من برنامج الـ ArcScene على كذا خطوة. اول حاجة هنسجل الـ Animation File، الفايل اللي هيبقى فيه تسجيل للحركة بتاعت الكاميرا حوالين الـ Layers اللي احنا عملناها دي. الـ Tools موجودة في بار، لو مش معروض already right click على اي مكان فاضي فوق وده اسمه Animation. تمام، نضغط كده على Open Animation Controls. تمام، من هنا دي البانل اللي نقدر نسجل ال Animation File منها. نضغط على الدايرة دي اللي هي الحمراء Record، بداية التسجيل يعني. نبتدي نتصفح ال Layer بتاعتنا بالشكل اللي احنا عايزينه، نعمل Zoom In Zoom Out، ناخد جولة نلف حوالين ال Layer ككل.
اول لما نخلص ندوس على نفس الزرار تاني، نفس الريكورد تاني عشان يوقف تسجيل. ندوس على بلاي كده بحيث نعيد عرض الجزء اللي احنا سجلناه، والموفمنت للكاميرا دي ممكن نسيبه في الانيميشن فايل زي ما قلنا، بحيث لو حابب اعرض او انتج كذا فيديو يبقى موجود عندي، بحيث لو احتجت استخدمه تاني او لو عايز اعرض نفس اخرج نفس الفيديو نفس الموفمنت بس على لاي اوت مختلف، كذا لاير مع بعض بشكل مختلف. رايت كليك على الانيميشن وندوس سيف انيميشن فايل، تمام، ونروح للوكيشن اللي حابين نسجل فيه الفايل عشان نخرج الفيديو and animation وندوس export animation. نروح برضو للوكيشن اللي حابين نسجل فيه الفيديو، وهنا الجزء الخاص بالاكستنشن بتاع الفيديو اللي هو save as تايب هو مش متاح من الاركسيد ان نخرج الفيديو غير في ال AVI extension. ال extension ده very common extension بنستخدمه، اغلب الفيديو بلايرز اللي موجودة عندها قدرة انها تشغله، فهو extension مفهوش مشاكل خالص. الفكرة بس عيب من عيوب ال AVI يعني كفيديو extension انه ما فيش compression فيه خالص، يعني ما فيش اي ضغط للبيانات موجود فيه، فالمساحة بتاعته بتبقى كبيرة. جايز بعد ما تخرجوا من الارك سين خصوصا لو الفيديو اللي انتم مخرجه كبير وحابب مثلا تبعته بالايميل او ترفعه على اليوتيوب او اي حاجة، كل ما مدة الفيديو كبرت كل ما الحجم بتاع الملف هتلاقيه كبر قوي، فممكن تحتاج انك تغير الاكستنشن بعدين يعني. ندوس اوكي غير لود حبة، والفيديو هيخرج في نفس اللوكيشن اللي انت سيفته. حاول نشغله بال VLC بس كده. عرفنا ازاي نعرض ال Digital Elevation Model نظهر البعد الثالث على برنامج الارك سين، عرفنا ازاي نضيف فيكتور لايرز ونديها نظهر برضو البعد الثالث لنفس الديجيتال اليفيشن موديل اللي احنا عارضينه، برضو عرفنا ازاي نضيف 3D تكست نيكست جنب ال لاي اوت بتاعنا، نقدر نعتمد عليها كليبلز لللوكيشن اللي احنا شغالين عليه. نشوفكم الفيديو الجاي.